خديجة، هيام، أهلا وسهلا. خير إن شاء الله. كل خير يا مولاي السلطان. مولاي حبيت بشرك بنفسي، طلعت حامل، حامل بابنك يا سلطان. هيام حبيبتي، أنا كتير سعيد وإن شاء الله على طول شوفك سعيدة يا عمري. ألكسندرا. ليو، ليو، شو أنت مستغني عن عمرك؟ مولاي بهنيك على هذا الخبر الحلو. شكراً يا إبراهيم، الله يطعمك ويطعم خديجة الذرية الصالحة إن شاء الله. مولاي السلطان، إن شاء الله أكون حامل بسبب. إن شاء الله يا رب. مولاي بدك يستنوك مشان الرسم؟ خليهم يروحوا هلأ وبعدين بيجوا. مين هدول مولاي؟ إبراهيم تعرف على رسام شاطر كتير وحابب إنه يرسم لي صورة لإلي، قال بده يحط صورتي بقصره جديد. حلو والله، بلكي بيرسم لنا صورة إلي وإلك، شو رأيك مولاي؟ موافق، بس بالأول خلينا نشوف كيف بيرسم وبعدين منقرر. مولاي السلطان مشغول هلا، روحوا وبتجوا مرة تانية. خير شو صاير لك؟ ليش هيك لونك مخطوف؟ ما في شي، بس طول الليل كنت عم بشتغل وما نمت. لك روح ارتاح هلا، نصوح تعمل. ليه ضب غراضك؟ اللي هدول مين؟ قصدك يلي شفتهم هلا؟ واحدة بتكون السلطانة خديجة وبتكون اخته لمولاي السلطان، وهي بالمستقبل رح تكون زوجته لابراهيم باشا، والتانية السلطانة هيام. هيام؟ ايه، وهي اصلا بيقولوا عنا انها من روسيا، قال بنت خوري، وهلا هي زوجته للسلطان سليمان العظيم، جابت له ولدين وقال الثالث على الطريق. شوف وين كانت وين صارت، حظ، ما حدا بيعرف شو مكتوب له.